تلاحظون يا أقران؟ هو شبح. سنعود بعد قليل. كلما تعال. اسمح لأضرب ذكريات طفولتك بالشلوت وأقول لك إن من يسكن البحر ويحبه الناس ما كانش مظبوط. أولادي. وتيم تيرنر والأبوين السحريين ما كانوش راجل وست، كانوا اتنين رجالة. وراجل أبو نضارة اللي أنا ما كنتش بقنا له من الأول. طب تاخد الكبيره بقى. ايه مش عايز اسمع، عايش ازاي انا بعد اللي بسمعه ده؟ جيم نيوترون كان بيخترع اجهزه لتعذيب صحابه ويتجسس بيها على البنات. يعني نجس ومتحرش، يعني وقف الحال ده بسببك انت. ودلوقتي بعد ما ضربنا في الثوابت، خلينا احكي لك عن التاريخ السري والمثير للجدل عن شركه وقنوات نيكولوديان وعن الفيلم الوثائقي اللي طلع فضايح ما كانش حد يعرفها. لا يا اولاد الكلب يا الكرتونة والانيميشن هي اول حاجة بيعرفها الطفل عن العالم، وكل جيل بيكون ليه الاعمال اللي اتربى عليها وقضى طفولته كلها بيشوفها. يعني في جيل اتربى على كابتن ماجد وسلاحف النينجا، وجيل اتربى على بكار وسنوحي، وجيل اتربى على طيور الجنة، وربنا بقى استرها على الاجيال اللي جاية، لان دول بيتربوا على فيديوهات التيك توك والاسطورة تامر الجيار ومنيري. انت زي اما صبايا متفرج على الحاجات دي. انتاج محتوى الاطفال حاجة مهمة وحساسة جدا، لانك بتشكل تفكير ووعي مستقبل الطفل، وده اللي تلعب عليه ديزني حاليا هي وغيرها، من اللي بيحاولوا يشوهوا عقول الاطفال بافكار واجندات مسمومه عن المثليه وغيرها. الموضوع ده حاليا صعب، لان زمان كانت كل المؤسسات بتراعي اللي بيدخل البيوت واللي بتزارع في عقول الاطفال. يعني القنوات المصريه مثلا كانت بتنتج محتوى مناسب للتفكير والتسليه زي قصص الانبياء وبوجي وطمطم وبكار. الله، عارف ان الكلمه من اسوان يا راجل؟ ولا يبان عليه. وحتى المحتوى الاجنبي سواء الامريكي او الياباني فكان بيخضع لرقابه عشان يشوفوا ايه المناسب عرضه للاطفال ويمنعوا اللي ما ينفعش. الله يبارك لها قناه سبيستون يا ما سطرت بنات في الانمي. التوب بيتزحلق والله، وبدل ما يظهروا بملابس مكشوفه كانت بتلبسهم. اشد البلوز عشان ها، ولان الاعمال اللي شفناها واحنا اطفال بنفضل مرتبطين بيها ومرسوم لها في دماغنا صوره جميله، فكتير مننا لحد النهارده مش قادر يكره ديزني مثلا لانها مرتبطه معاه بذكريات معينة. ولكن انا مش جاي اكلمك عن ديزني، انا جاي اكلمك عن قناة تانية برضو قضينا معاها طفولتنا، ده لو انت بقى تمنيناتي او تسعيناتي عجوز كده زي حالاتي. القناة دي هي نيكولوديان اللي انتجت كتير من الاعمال المشهورة لينا لحد النهاردة زي سبونج بوب وجيمي نيوترون وداني الشبح وغيرهم. الموضوع بقى ترند في العالم كله لما صدر وثائقي على منصة التحقيقات ديسكافري في مارس 2024 باسم كوايت اونست The Dark Side of Kids، واللي كشف فضائح وقصص مثيرة عن كواليس إنتاج المسلسلات واللي كان بيحصل مع الأطفال. ولكن قبل ما نتكلم عن الوثائقي، خلينا الأول نعرف العيال الأندر إيدج إيه هي نيكولوديان. فرخة بتأكل ولادها. قناة نيكولوديان تم بثها في البداية باسم بين ويل في ديسمبر سنة 77، وكانت بتشتغل 12 ساعة على التلفزيون. بتقدم ايه؟ بتقدم محتوى تعليمي للأطفال. ولكن بما ان المحتوى التعليمي مش بيجيب ريتش ولا سبونسر ومحدش بيتفرج على القناة غير العيال الدحيحة، فالقناة كانت هتفلس، وده خلاهم يغيروا المحتوى واسم القناة في سنة 79. عايزين اسم بتاع النهاردة حاجة كده فريش. القناة بقى اسمها نيكولوديان، والمحتوى الجديد بقى قايم على انيميشن للأطفال وانتاج مسلسلات للمراهقين، وعانت برضه من الفشل في الأول لحد ما وصلوا للثمانينات، فابتدت تحقق انتشار وبقى عندها استوديوهات ومعلنين وجذبت فئات عمرية مختلفة لمحتواها. أشهر وقت للقناة كان في التسعينات، وفي الفترة دي عملوا شركة إنتاج أفلام في سنة 95، وأنتجوا بالفعل في سنة 98 فيلم راجراتس، وكان أول فيلم رسوم متحركة مش تابع لديزني يحقق 100 مليون دولار. وأنتجوا برضه مسلسلات مراهقين مشهورة زي ذا أماندا شو ودريك أند جوش، وبعدها أنتجوا أشهر مسلسل الكرتوني وهو سبونج بوب. ابتدت حلقاته في سنة 1999، ومن بعدها بقت القناة من الأعلى تقييما في أمريكا. أما بقى قناة نيكولوديان عربي فابتدت سنة 2008 في الإمارات وقفلت سنة 2011. حلو بعدين بس هي دي الحكاية. خليني اقول لك ان ما كانش في حد يعرف حاجه عن التفاصيل البشعه اللي بتحصل في كواليس انتاج الاعمال في نيكولوديان لحد ما الكل خرج عن صمته وظهر للعالم الوثائقي المكون من 4 حلقات بتفضح فيه سياسه القناه على ايد كتاب وممثلين واهالي الاطفال. والانتهاكات اللي تم ذكرها في الفيلم دي صدرت من اشخاص بعينهم وعلى راسهم المنتج والمخرج داني شنايدر. الراجل
الراجل ده واحد من اهم عقول القناه، منتج ومخرج ومدير وشريك في اهم برامج ومسلسلات القناه، لكن برغم كل ده ما سابش حاجه غلط ما عملهاش. تفتكر اول مصروف ابويا الدهوني جبت بيه اكيد سلاح وشيبسي بالطماطم. تم اتهامه في الوثائقي بمجموعه تهم، منها الاعتداء على صغار السن والعنصريه ضد الاعراق المختلفه والديكتاتوريه في العمل، غير بقى ان هو ما بيديش الناس اللي بتكتب فلوسهم. الراجل اللي الكل اجمع عليه انه كان من بره محترم ومارح وبيحب الاطفال وبيساعد الكل وبيعمل احلى وجايب في بلده مع الكبير والصغير، كان من جوه حاجه تانية خالص. سوء سلوكه ورا الكواليس كان واضح لكل الناس، وكان عنصري ضد الستات كمان، وبيجبروا منهم يدلكوه ويعملوا له مساج وبيتفرج قدامهم على افلام اباحيه. امال لو كنت وسيم شويه كنت بهدلتنا يا واد ولا ايه؟ ها، ولكن بقى الاغرب من كل ده ان اللي كان بيعارضه كان بيهدده بالطرد والشروط الجزائيه، ودي مش اسوء حاجه عملها، لانه دخل في علاقه مع ممثله اسمها اماندا وحملت منه وهي عندها 13 سنه. ده انت طلعت وسخ وساخه. ممثله تانيه اسمها جينت ماكيردي قالت انه اجبرها تشرب خمره، ولما كانت بتغير هدومها كان بيفضل موجود ويتفرج. طب انضف انضف عشان تلاقي مرض بص في خلقتك. ولما حتى قررت انها تسيب البرنامج وتفضح الدنيا دفعوا لها 300,000 دولار عشان تفضل ساكته وما تقولش حاجه من اللي حصل. امسك ولا ايه؟ انت دافع بقى. وفضل شنايدر يرتكب في جرائمه على مدار سنين من التسعينات لحد ما ساب الشركه في 2018. ولكن برضه هو يعني لو شخص واحد فاسد في مؤسسه كبيره هنقول جايز الاداره ما تكونش عارفه او الاتش ار غلط مثلا وهو بيعينه، لكن الموضوع ما وقفش عند دان شنايدر بس، وكان من بين ابطال الوثائقي ده الممثل دريك بيل، واللي كان من ابطال مسلسل دريك وجوش. اتفضل يا براوي قول كلمه. اصرخ ولم الناس. اللي حكى عن التجربة الصعبة اللي تعرض له وعنده 15 سنة بس على ايد مدرب الحوار براين بيك، اللي قال ان هو اعتدى عليه وهو طفل. اللي حصل كان شيء فظيع فظيع. القصة بدأت سنة 99 لما تعرفوا على بعض وكانوا صحاب رغم فرق السن. الممثل اللي كان لسه مراهق وقتها كان براين بيعلمه التمثيل ويحفظه الحوار، وكان معروف عنه وسط كل اللوكيشن انه ريمبو. ماله الرينجو يعني يا هاني؟ في ايه الرينجو ده يعني؟ رينجو ريمبو مش معروف وبس، لا ده كان ليه فيديو قبل كده كمان مع الممثل ليوناردو دي كابريو وهو طفل وبيلمس جسمه بشكل غريب. اي لحمه اي لحمه خلاص. المهم ان ابو الواد لما عرف راح يشتكي للاستوديو، فقالوا له انت شكلك كده راجل مش متحضر وهمجي ومن المتخلفين. ده رأي يا عم الحاج، انت مش متفتح ولا ايه؟ يا بيه الحاجات اللي انت طالبها دي عيب وحرام. بعدها بقى براين عشان يعرف يستغل الولد فضل يقنعه هو ووالدته ان ابوه بيسرق فلوسه ومش عايزه ينجح، وبالفعل الولد كره ابوه وبقت امه هي اللي بتيجي معاه الاستوديو. يعني ريمبو وبتقطع الارحام وشغال في قناه اطفال، امال لو شغال في قناه شعبيات كنت عملت ايه؟ المهم يا سيدي، الام ما كانتش بتقدر تحضر دايما عشان توصل ابنها من اللوكيشن للبيت، فبقى بيجي لوحده، وعشان براين قلبه طيب وكبير بقى بياخد دريكي بات عنده بعد التصوير. قلت له لا يا باشا احنا فقراء بس ما حلتناش الا شرفنا. وحكى دريك بقى في الوثائقي انه في يوم صحي على الكنبه ولقى براين بيعتدي عليه، والموضوع بقى بيتكرر كتير لمده 3 سنين. وانا اقعد اقول له بلاش حرام بلاش، بس انا كعاطف انبسطت. وكل ما الواد يجي يحكي او يقول حاجه يهدده بانه ينهي كاريره ومحدش هيصدقه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، انا بسببك اتأذيت جامد. ولكن دريك ما استحملش وبلغ عنه واتحاكم سنه 2004، وفي المحاكمه ما كانش في حد مع دريك غير عيلته قصاد 41 واحد جايين يدعموا براين، وده خلى المحكمه تحكم عليه ب 16 شهر بس. هتقولي دول اتنين بس يا عم ما تكبرهاش قوي، هقولك استنى في واحد تالت معانا هو هتكلم لك عنه، ده بقى ممكن تعتبره مالك رسائل الازهر عند البنات اللي بيكتب لهم انا خدام بطاطك يا ملكه، مساعد المخرج جيسون هاندي، وده تقدر تقول زي موصلاتي كده بين المخرج والاطفال، يجهزهم لللوكيشن ويبلغهم بالمواعيد. يعني قوم مهندس مهندس علاقات. في امهات طلعوا في الوثائقي ده اتكلموا عن جرائم المختل ده ضد اطفالهم، واللي برضه وصفوا انهم اول ما اتعرفوا عليه كان شخص طيب ومتربي 3 مرات. لكن في مرة أم طفلة اسمها براندي كانت بتصور، فبعد التصوير طلب منها جيسون وسيلة للتواصل معاها عشان يبلغها بالمواعيد، فقالوا له خلاص خد الإيميل بتاع البيت أهو. الباشا خد الإيميل من هنا، وبعد شوية كلام بقى بيبعت للطفلة صور وفيديوهات غير لائقة. البت شافت اللي بعته فجريت تعيط لأمها. الأم قالت لها بتعيط ليه يا بت؟ وريني كده أما أشوف الراجل الوسخ ده بعتلك إيه. هوب شافت الفيديوهات
ولكنها خفت انها تبلغ الشرطة، لانها لو بلغت الحكومة هتلومها هي انها مش قادرة تاخد بالها من البنت وهتتاخد منها. سكوت الام ده بقى خلى جيسون يكمل وراح لعيلة تانية البيت على اساس انه يدرب بنتهم على التمثيل واعتدى عليها. اسكت بقى، ممكن لو سمحت تسكب الحتة ديت وتقول لنا في الاخر ايه اللي حصل بالظبط. بعدها اتقبض على جيسون، وتخيل بقى قضاء الشرف اللي حكمها عندنا بالاعدام عشان ترضع اي مختل. عند الغرب الكيوت خد 6 سنين بس، وطلع كمان يكمل تحرش واغتصاب في البنات. ما تفهمش بقى، يعني هل الاتش ار بتاعهم كان اعمى فبيعين اي حد من غير ما يساله عن تاريخه النفسي والاخلاقي، ولا هم قصدين يعينوا ناس بالعقليه دي؟ ولو انت فاكر ان دي عقليه شويه موظفين في المؤسسه، هقول لك لا، دي عقليه المؤسسه نفسها. ايه اللي عندها قناه على اليوتيوب بتستعرض فيها مشاهد قبولات بين الاطفال والمراهقين تحت السن، غير حلقات كتير في اعمالهم كانت بتناقش قضايا لا تليق للاطفال وفيها تخطي للاديان والمعتقدات والقيم الاخلاقيه والفاظ خارجه في النسخ الاجنبيه. كفايه، انا مش مصدق ان في بني ادمين ممكن يعملوا كده. ولو ركزت في اللي انا كنت بحكيهولك، فكل القصص اللي اتحكت دي الغلطه ما كانتش من صناع الاعمال بس، لكنها غلطه من الاهالي كمان اللي ما خدوش بالهم من ولادهم وحطوهم تحت ضغوط نفسيه في سن صغير. فدورك انت بقى انك تاخد بالك من ولادك والمحتوى اللي بتعرض لهم، خصوصا في وقتنا الحالي. ماشي. اقول لك يا سيدي، فرجهم على بكار ولا المغامرون الخمسه حتى. يا بوي ده انت قديم قوي. ولو شايف ان الحاجات دي قديمه بالنسبه لهم، ولو اني لسه بتفرج عليهم يعني، فرجهم على نوره ولا سر المسجد. بص، فرجهم على اي حاجه ما عدا اللي عايزين يخلصوا على عقول عيالنا دول. هنروح بعيد ليه؟ فرجهم على البلاتفورم يا اخي. لا 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 لا، ثواني بقى معلش، ما تطلعش نفسك كيوت في قلب الحدوته، انت اكيد عملت جريمه. وما تنساش في اخر الفيديو تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب. يا سيدي، اداب المشاهده دي عارفينها حضرتك، شغل بس بسرعه.